بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الاهلي العظيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الترند. الفتره اللي جايه خلاص هنتكلم على الدوري العام، عندنا مباريات حاسمه في الفتره اللي جايه لحسم مسابقه الدوري، وكل من حقق انتصار في المباريات المتبقيه من الدوري العام كل ما يكون مساحه الراحه والاستعداد للموسم الجديد هتكون افضل بالنسبه للفتره اللي جايه. الموسم باذن الله ممكن ينتهي مبكرا بالنسبه للنادي الاهلي، متبقي 10 مباريات، ولكن الان متبقي 5 مباريات، اذا كسبتهم تفوز بالدوري العام دون النظر لنتائج الخمس مباريات الاخيره، ولكن ممكن يبقوا 4، ممكن يبقوا 3، ده يتوقف على الانتصارات اللي ممكن يحققها الاهلي في الفتره اللي جايه مع الخساره اللي ممكن يعني يخسرها بيراميدز في المباريات المتبقيه في الدوري العام، في ظل المنافسه حاليا ما بين الاهلي وبيراميدز بكل صراحه، وابتعاد فيوتشر وابتعاد الزمالك عن فكره المنافسه حتى على بطوله الدوري، ودلوقتي المنافسه ما بينهم على حجز مركز للتاهل الى كاس الكونفدراليه في الفتره اللي جايه. حلقه النهارده هنلقي الضوء على استعدادات الاهلي، النهارده اليوم الاول لاكتمال الصفوف بعد نهايه الاجنده الدوليه وختام معسكر منتخبنا الوطني بالمباراه الوديه امس امام جنوب السودان، وفوز مصر على جنوب السودان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وبالتالي النهاردة مارسيل كولر مع الجهاز الفني هيكون معاه كل اللاعبين، يبدأ يدي بقى راحات الفترة اللي جاية التدريبات تبقى إزاي للمجموعة الدوليين، المجموعة اللي راجعة من أجازة، امبارح كان أول مران، لكن النهاردة هيكون أول مران جماعي بالصفوف مكتملة. عموما حلقة فيها كواليس وتفاصيل، وهنتكلم في نقاط وهنشرحها لكل السادة المشاهدين، لأن في نقاط أنا عارف على السوشيال ميديا بيبقى في تساؤلات كتيرة قوي. فكرة قائمة الموسم الجديد 30 لاعب، الكلام ده صح ولا غلط؟ ما يطرح بخصوص أفشة وتصريحات الحاج عامر حسين والموضوع بالظبط إيه بعد الخطاب اللي أرسل من الاتحاد الدولي قبل حوالي 2 أو 3 أسابيع؟ هنتكلم على قائمة الفار والقائمة اللي هتشارك في أمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب، ليه تم الاستعانة بحكم تقنية فيديو من غير السبعة المعتمدين في تقنية الفيديو في القائمة الدولية من لجنة الحكام الرئيسية، فيها مفاجآت، في تفاصيل النهاردة في حلقة الترند كالعادة، يعني هتسمعوا مننا كل الجديد وكل الكواليس، لكن بسرعة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة هو صعب وسهل، صعب لأن احنا بنتكلم على 11 بطولة إفريقية، أصعب بطولة من وجهة نظركم هي إيه؟ هل فترة التمرينات بداية الألفية الجديدة؟ هل السبع بطولات اللي تم إحرازهم خارج الأرض؟ يعني طبعا عندنا 6 بطولات كان أو 5 بطولات اتلعبوا خارج مصر، أو 6 بطولات منهم بطولة كمان اتلعبت على استاد القاهرة ولكن كان الأهلي ضيف على الزمالك، هل البطولة دي هل بطولة 2012؟ من وجهة نظركم بقى تقدروا تشاركوا على إجابة هذا السؤال اللي في ظاهره ممكن يكون سهل، لأن أنت بتتكلم على 11 إنجاز، 11 بطولة قارية. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض من وجهة نظركم أصعب بطولة إفريقية من ضمن ال 11 بطولة اللي فاز بيهم الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل استعداداته لمباراة حرس الحدود، وكمان الدوليون ينضمون لتدريبات الأهلي غدا. وفي الترند المحلي، فيتوريا يطلب 4 مباريات ودية للمنتخب. ناس كتيرة متفائلة ببداية المنتخب، لكن أنا على المستوى المتابعة الإعلامية لمعسكر منتخبنا الوطني أنا مش متفائل، لأن الاختيارات الأخيرة للمباريات الودية ليست على ما يرام، وقد تؤثر على تصنيف منتخبنا في الفترة اللي جاية، ويبدو أن روي فيتوريا بيسعى لمزيد من الانتصارات دون التخطيط لاستعدادات فنية جيدة لمنتخبنا، ودون التخطيط لزيادة معدلات تصنيف منتخبنا في الفترة اللي جاية، والدليل إقامة مباراة ودية مع جنوب السودان دون أي تخطيط، في ظل أن جنوب السودان كانت موجودة في القاهرة لأداء مباراة في التصفيات الإفريقية، فالمنتخب ما لقاش أي حد يلعب معاه فاضطر يلعب مباراة مع جنوب السودان، لم نستفيد سوى بنقطة واحدة لزيادة التصنيف. استعراض مباريات اليوم، النهاردة في مجموعة من المباريات الخاصة بتصفيات اليورو 2024، وأيضا في مباراة ودية بتقام في هذه اللحظات في أندونيسيا. أندونيسيا بتلعب على أرضها ومستضيفة الأرجنتين، والأرجنتين متقدمة بهدفين مقابل لا شيء. تصفيات يورو 2024 الساعة 7، أرمينيا بتستضيف لاتفيا، فنلندا بتستضيف سان مارينو، أوكرانيا بتستضيف مالطا. الساعة 10 إلا ربع، أيرلندا الشمالية بتستضيف كازاخستان، سلوفينيا بتستضيف الدنمارك، سويسرا بتستضيف رومانيا، روسيا البيضاء بتستضيف كوسوفو، أيرلندا بتستضيف جبل طارق.
ايضا في نفس التوقيت 10 الا ربع انجلترا بتستضيف مقدونيا الشماليه، تركيا بتستضيف ويلز، وفرنسا بتستضيف اليونان. دي مجموعه من مباريات تصفيات اليورو، وغدا باذن الله اخر يوم في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم، الجوله الختاميه ثلاث مباريات بعد اقامه عدد من المباريات على مدار اكثر من اسبوع في بدايه الاجنده يوم 12/6. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لفقره الاخبار والكواليس، ولكن بعد الفصل. النهارده نبدا نقول الاستعداد الجاد لمباريات الدوري العام. عندنا مباراه مع حرس الحدود يوم الخميس المقبل على استاد الكليه الحربيه، وكلام مهم جدا في الفتره اللي جايه عشان الدوري العام. اولا الجهاز الفني خلاص قفل فكره الاحتفالات والحديث عن بطوله افريقيا وفكره التصريحات الاعلاميه واستخدام السوشيال ميديا والاجواء اللي احنا عشناها على مدار اسبوع، يعني خلاص نقفلها مؤقتا لغايه لما نحتفل ان شاء الله بالدوري والبطولة العائدة إن شاء الله لدرع أو لمقر النادي الأهلي وقلعة البطولات خلال الفترة اللي جاية بعد فقدان هذا اللقب سنتين متتاليتين، وإن شاء الله بإذن الله يكون بطولة الدوري مقرها الرئيسي ومكانها الأساسي في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. طيب مزيدا من التفاصيل وكل الأخبار المتعلقة بقى باستعدادات الفريق، الجاهزية الكاملة النهاردة، المران كامل العدد بالنسبة لعودة الدوليين، وجود الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر اللي كان حريص امبارح، واحنا قلنا ده امبارح في برنامج الترند، الراجل حاجز طياره ويوصل في ميعاد معين ويطلع من المطار على التتش زي ما عمل في اول يوم لما وصل فيه الى القاهره لتدريب فريق النادي الاهلي. الراجل دايما عنده شغف بتدريب الفريق، موجود في ملعب التتش، بيحب الشغل وبيحب العمل بشكل دائم ومستمر. نروح مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي عشان نعرف منه اخر الاخبار المتعلقه باستعدادات الاهلي للقاء حرس الحدود. كريم مساء الخير، الحمد لله على السلامه، ومن المغرب الى التتش والاستعدادات لبطوله الدوري بعد الفوز بالبطوله الافريقيه. مساء الفل عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، الله يسلمك. طبعا واكيد بنهني كل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي ولاعبتنا، الجهاز الفني. بطوله كانت غاليه وصعبه جدا كالعاده، لكن زي ما قلنا اكتر من مره ثقتنا كبيره جدا في كل لاعبينا في الجهاز الفني في المنظومه بالكامل، هم دول رجاله النادي الاهلي، هم دول ابطال افريقيا. لكن المعتاد والحقيقه هنا في النادي الاهلي ان انت بتاخد البطوله بتفرح بايام بسيطه جدا بلحظات سعيده جدا، لكن بيتم غلق الملف تماما بكل ما فيه وبتبدا تركز بشكل كبير وقوي جدا واستعدادات قوية جدا الحقيقة لبطولة الدوري العام. الحسم إن شاء الله بإذن الله يكون في مبارياتنا القادمة بإذن الله مع المجهود الكبير اللي بيبذل ومع التحضير، كل الأمور دي يا رب إن شاء الله بإذن الله يستطيع أن النادي الأهلي في خلال المباريات القادمة أن يحسم بطولة الدوري العام الغائبة عن دولاب بطولات النادي الأهلي. الحقيقة محمد طبعا لو بنتكلم كالعادة طبعا اللفتة الطيبة والرائعة جدا أنت ذكرتها الحقيقة، وجود مستر كولر أمس ده يدل على الانضباط الكبير والوعي الكبير وحبه الكبير جدا لكيان النادي الأهلي. يعني كان بقالنا فترة كبيرة جدا محمد تدريب النادي الأهلي ما بيكونش فيها التاسعة مساء، المعتاد بيكون فيها الساعة الخامسة 6-7 ممكن يكون في هذا التوقيت، لكن الحقيقة مستر كولر كان حريص جدا ان هو يأخر الميعاد عشان يكون مجرد ان هو يصل من طبعا من سويسرا الى المطار الى ملعب التتش. كانت لفتة طيبة جدا بالجهاز الفني بالكامل، كان متواجد الحقيقة في لفتة رائعة جدا، اجتمع مع اللاعبين، تعرف طبعا في مجموعة كبيرة مش متواجدة معانا، لكن اجتمع مع اللاعبين وهناهم وقال انا لسه يعني ما قعدتش معاكم الفترة اللي فاتت، بحييكم وبهنيكم على مجهودكم الكبير، انتوا رجالة وقد المسؤولية كالعادة، جمهوركم سعيد جدا، وده اللي انا شفته يعني كانت رسائل مهمه جدا الحقيقه لكل لاعبي النادي الاهلي على الانجاز العظيم. لكن يا محمد انت عارف بطوله الدوري العام بقى لها حسابات مختلفه، لها شكل عام، لها اسلوب، لها تكتيك، لها لاعبين ايضا كمان ممكن يتم الدفع بيهم ما كناش بنشوفهم خلال المباريات الماضيه. فعشان كده ان شاء الله باذن الله التحضير بمشيئه الله النهارده يكون جيد. النهارده يمكن نقدر نقول للاعبين الدوليين هيوصلوا النهارده بمشيئه الله، نطمن عليهم كلهم. ايضا كمان انت وديانج يكونوا موجودين، القندوسي الحقيقه كان متواجد امس مع علي معلول وشاركوا في التدريبات، كل لاعبين المنتخب الوطني ان شاء الله باذن الله يكونوا على الجاهزيه الكامله. لكن زي ما بقول لك من الواضح يعني من خلال كواليسنا ان ممكن يكون في تغيير شويه في عدد من لاعبي النادي الاهلي سواء في مباراه حرس الحدود او مما يليها من مباريات، مش هنقول تغيير بشكل كبير، لكن الراجل عايز يدي فرصه كبيره لكل من يجتهد في التدريبات، لكل اللعيبه اللي ما بتشاركش وعندها امل بشكل كبير جدا ان هي ان شاء الله تكون مشاركه خلال المباريات القادمه. تدريب النادي الاهلي النهارده يعني انت عارف محمد درجه الحراره عاليه شويه تصل 32 و33 درجه،
فالتدريب النهارده يكون الساعه 6 مساء طبعا. ان شاء الله باذن الله تكون جرعه تدريبيه قويه فيها محاضره فنيه فيها حاجات نظري، ويا رب ان شاء الله باذن الله مباراه حرس الحدود تكون انطلاقه قويه لاعبي النادي الاهلي في بطوله الدوري العام، لان انت عارف الخوف شويه محمد بعد ما بتحقق بطوله باداء برجوله وقوه كبيره جدا بيكون في حرص شويه وقلق شويه في المباراه التي تليها على طول. لكن ان شاء الله باذن الله يعني زي ما سمعنا لعبتنا في الكواليس وشفنا طبعا على السوشيال ميديا حماسهم واصرارهم بين الشوطين وقبل المباراه وبعد المباراه والكل بيحفز، زي تعرف قد ايه لعيبه النادي الاهلي والجيل ده عنده وعي كبير جدا وعنده قيمه كبيره جدا اسمها للنادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله تكون انطلاقتنا جيده جدا مباراه حرس الحدود باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وبالتاكيد مع بدايه التدريب بقى ومن خلال متابعه كل برنامج السادسه عقب الترند هتشوفوا كل الكواليس ومتابعه التدريب وانضمام الدوليين باذن الله لتدريبات الاهلي بعد نهايه الاجنده الدوليه وختام مباريات منتخبنا الوطني. طيب الاتحاد الافريقي عامل حاله حلوه قوي من خلال حساباته على السوشيال ميديا، والحاله دي مش جديده، يمكن حصلت من سنتين ثلاثه كده من اول نهائي القرن ما بين الاهلي والزمالك، وشفنا احتفالات الاهلي وشفنا حزن وغضب وزعل لاعيبه الزمالك من خلال بقى الكاميرات اللي بتبقى محطوطه يا اما في دكه البدلاء يا اما في غرفه خلع الملابس. عايز اقول لكم بيحصل شغل كبير قوي عليها ومونتاج وتقطيع عشان في النهايه يقدر يطلع لك ملخص في دقيقتين او خمس دقائق او بعض الكلام اللي ممكن يبقى متاح، لان كمان في خصوصيه وفي سريه، والجهاز الفني واللعيبه على فكره بيبقى عندهم علم ومعرفه ان في كاميرات موجوده عشان بترصد الكواليس اللي انتم ما بتشوفهاش اثناء ال 90 دقيقه. ففي النهايه اداره الاعلام والسوشيال ميديا والديجيتال ميديا في الكاف عامله بصراحه مجهود جميل جدا، من خلاله ورتنا ايه اللي كان بيتم في الكواليس سواء في قبل لقاء الذهاب او بعد لقاء الذهاب او اثناء لقاء الاياب، والفرحه العارمه اللي كانت في غرفه ملابس الاهلي بعد لقاء الاياب. تعالوا نشوف كده جزء من الفيديوهات اللي تم عرضها على السوشيال ميديا واللي عملت رد فعل كبير جدا، بس اكدت على معنى واحد. احنا هنا لما اشتغلنا على مدار اسبوع كامل ما بين لقاء الذهاب والاياب كنا بنقول لكم كل الكواليس والتفاصيل دون الخوض في الاسرار او المعلومات اللي تخص الفرقه، وكنا دايما عندنا يعني احساس وكنا بنقول لكم انطباع ان الاهلي رايح يكسب. لما تشوف الفيديوهات وتسمعوا اللي تم في الكواليس هتعرفوا ان احنا كنا بنقول لكم الصوره ولكن دون الخوض في الكواليس والاسرار، لان دي امور متعلقه بشغل الجهاز الفني. ولكن الكواليس دي اكدت ان قناه الاهلي على مدار اسبوع كامل ليه كان في حاله تفاؤل وليه كان في تركيز على فكرة المكسب، لأن ده كان بناء على معلومات ومعطيات ومتابعة لما يدور في داخل غرفة خلع الملابس منذ صافرة الحكم الليبي إلى قبل صافرة الحكم الأثيوبي بملكة سيما في لقاء الإياب. نتابع. لسه الرجاله لسه ما بديش محدش يعمل الرجاله عندنا الاسبوع تركز اقسم بالله ان شاء الله انا هعتبرها ماتش واحد بس انا ماتش واحد
عرفتوا ليه قلنا بعد لقاء الذهاب اقفل على هذا اللقاء بنتيجته، والاهلي رايح منتصر والاهلي رايح كسبان، وهنلعب على المكسب وهنلعب على احراز هدف، والاهلي هيرجع بالكاس للحاله اللي انتوا سامعينها وشايفينها. انتوا النهارده بقى بتسمعوا الكلام ده صوت وصوره، وشايفين كلام كهرباء، كلام مارسيل كولر، الطريقه اللي بيترجم بيها الكابتن خالد الجوادي المترجم لمارسيل كولر. شوفوا الاسلوب والطريقه، كولر بيتكلم بحماس، بيترجم بحماس. هو الراجل مش بيترجم اللغه الالمانيه للغه العربيه وبس، الراجل بيترجم كمان احساس المدرب، مشاعر المدرب، صوت المدرب، نبره صوت المدرب. دي نقطه مهمه جدا في المترجم على فكره. خالد الجوادي من الناس الاهلاويه الجامدين قوي على فكره، واحد من الثالثه شمال بالمناسبه. فجزء الشغل والاتقان في الشغل مهم جدا، ولكن مهم معاه كمان الانتماء والاخلاص في العمل. الاثنين دول نقطتين مهمين جدا في نجاح اي منظومه. عشان كده الاهلي بيبقى حريص دايما، مش فكره ان انت راجل بروفيشنال وبتتقن عملك بشكل كويس ده شيء كافي، لا، لازم تكون منتمي للمكان، لازم تكون بتخلص للكيان وللنادي. دي نقطه مهمه جدا. شوفوا كلام عمرو السوليه، شوفوا كلام كهربا، كهربا قال ايه لمصطفى شوبير، محمد هاني كلامه كان ايه لما قلنا هنا على مدار اسبوع الاهلي رايح يكسب، الاهلي هيفرض كلمته على الوداد في مركب محمد الخامس، الاهلي رايح كسبان، الضغط كله على الوداد، الوداد ما كسبش ولا مباراه على ارضه الا الفوز على سيمبا في الوقت الاصلي، ولجأ لركلات الترجيح، وبالتالي الفريق وصل المباراه النهائيه ما كسبش مباراه في وقتها الاصلي. ده اللي كان دايما بنحاول نصدره لحضراتكم، وده اللي دايما كنا بنصدره للاعلام المغربي، وده دايما اللي كنا بنحاول نطمن بيه جمهورنا، لان دي الحاله جوه اوضه اللبس. وبالتالي سيبكم من اي كلام بيتقال في اي مكان تاني، انتوا لو عايزين تعرفوا الحاله والتفاصيل والكواليس والاخبار مش هتسمعوه الا من خلال المصدر الرسمي الخاص بالنادي الاهلي، وهو من خلال شاشه قناه الاهلي. تعالوا نشوف الفيديو التاني، وده له علاقه بلقاء الاياب هناك في المغرب اللي تم في هذا اللقاء داخل غرفه خلع ملابس النادي الاهلي. بس معلش احنا كده كده النهارده في الماتش الصوت هيبقى عالي، فاحنا كل اللعيبه 11 لعيب الموجودين عينيهم على الكوره، عشان هم لما قعدوا نص الملعب يا رجاله الصوت هيعلى لكنهم هيجيبوا جول، فاحنا كل عينينا على الكوره وبس، نركز في الكوره ونكلم بعض. بص لبعض على طول يا رجاله، ان شاء الله 90 دقيقه يا رجاله حياه وموت، حياه وموت تاخد البطوله ديت. خلي بالنا يا رجاله، اي فاول او حاجه بياخدوها بيلعبوا بسرعه جدا، مش احنا واقفين مش مركزين، هم فجاه بيلعبوا الكوره حاجه مش هيرجع حاجه. استاذ العالم ما حدش فينا قال قبل الماتش انه هيبقى ماتش سهل. اوكي يا بيزاك شون فور انا ممكن بيبراو كنا ناوس ريتسو. احنا قلنا من اسبوع ان احنا محتاجين نجيب جول هنا. كان اول حاجه من ولسه احنا لسه وصلنا زي ما هي وعايزين نجيب جول. كيرن كول نضغط تريب دام ورا يمين شمال. هو ده اللي احنا محتاجينه. هو ده اسبرامو تفايد. فكروا احنا عايزين نجيب جول. الكاس فكروا عيالكم. ولفوا النهارده كلموكم. كل واحد في عيلتكم عايز الكاس ده. الناس في مصر مستنيه الكاس ده. لا مش هنتكلم عن حاجه يا جماعه، نركز في الملعب بس. ركز في الملعب بس، هدفنا نجيب جول بس يا جماعه، هدف واحد نجيب جول، نجيب جول، نجيب جول، مالكش دعوه، ركز في الملعب بس، بس العب كوره، العب كورتنا. ان شاء الله نجيب جول، ان شاء الله نجيب جول. ركز خلاص يا حسين، احنا عايزين جول واحد نكسب ونطلع. صح 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 واحد بس نكسب ونطلع. احنا كويسين والله يا رجاله، مش لازم نعمل كده، احنا كويسين. بس عشان احنا كلنا نركز. انا عجبني الاحساس بتاع محمد عبد المنعم، قال لك قسما بالله هنجيب جون وهنكسب، وهو فعلا اللي احرز الهدف وهدف المكسب والفوز بالبطوله. الاحساس والتحدي والاصرار وفكره بقى ان انت عندك خبرات المكان ده، ازاي تتعامل معاه، ازاي ما تركزش مع الحكم، ازاي تلعب على الكوره، ازاي عينك على الكوره، ما تركزش مع المؤثرات اللي موجوده خارج الملعب، الصفافير والامور اللي ممكن تبقى فيها يعني عامل ضغط عليك وعلى الفرق المنافسه اللي ممكن تلعب في مركب محمد الخامس. خلاص الشفره دي الاهلي فكها، يعني شفره مركب محمد الخامس الاهلي فكها في نهائي دوري ابطال افريقيا، زي ما فك شفرات ملاعب تانية. ملعب جروه في الكاميرون الاهلي كسب القطن يمكن كذا مره من 2008 لغايه 2023، كسب القطن بسكور، كسب القطن وخد منه دوري ابطال افريقيا. الاهلي فك شفره ملعب رادس حتى لما اتغير اسمه بملعب حماد العقربي في رادس، برضه كمان الاهلي فك شفره الملعب وفاز على الترجي، فاز على الافريقي، فاز على الصفاقسي. يعني الاهلي دايما وابدا بيبقى ليه صولات وجولات في الملاعب الافريقيه، حتى في ملعب خمسه جويليا في الجزائر
مع الفرق العديده اللي لعبها مع السنوات الاخيره في الانديه الجزائريه. يعني الاهلي قدر يفرض قيمته في ملاعب عديده في افريقيا خلال السنوات الاخيره. فنتمنى يا رب الفتره الجايه باذن الله يكون في يعني ارقام قياسيه في الفتره اللي جايه اكتر. الاهلي بيلعب على كسر ارقامه القياسيه، ما بيلعبش على ارقام قياسيه لاي فرقه تانية. كمان من اللقطات المهمه جدا وللاسف عدت على ناس كتير، يعني الناس كلها ركزت في الفويس والمحادثه اللي ما بين اللعيبه، لكن لقطه الكابتن ساير عبد الحفيظ ما ينفعش اعديها، لان من ضمن الفيديوهات اللي تم عرضها اصرار وفرحه وحماس الكابتن سيد مدير الكوره وقت احراز الهدف وفرحه التعادل في التوقيت ده، لان الهدف ده كان بمثابه الهدف القاتل. وعلى راي المعلق التونسي رؤوف خليف لما قال لك الاهلي سلطان هذا الزمان، الاهلي عارف اوقاته وعارف توقيتاته اللي يقدر فيها يحرز فيها الاهداف التاريخيه. قدامكم بصوا الصوره، كابتن سيد سجد في الارض شكر ربنا سبحانه وتعالى ورفع ايده للسماء. الصوره دي على فكره اندلت بتدل ان في ضغوط شديده جدا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى الكابتن ساير عبد الحفيظ مدير الكره تحديدا. يعني الصوره دي بتعبر عن موسم واثنين وثلاثه فيها ضغوطات كتيره قوي على عمل مدير الكره تحديدا. شوفوا فرحته وفرحته بهدف عبد المنعم. وركزوا كمان، يمكن للاسف اللقطه ممكن ما تكونش معانا، ما حضرناهاش يعني، لان الموضوع جالي كده فجاه وانا بتكلم على موضوع الكابتن سيد. شوفوا فرحه الكابتن سيد في احتفاليه البطوله ال11 لما نزل في مركب محمد الخامس وراح لعلي معلول، شوفوا كان جريته عامله ازاي. هاتوا نفس الجريه دي والحماس ده والجري ده في 2020 لما نزل استاد القاهره بعد اطلاق مصطفى غربال صافره النهايه وفوز الاهلي على الزمالك في نهائي افريقيا. نفس الجريه، نفس الحماس، نفس الفرحه، نفس التحدي اللي عنده معجون بميه الاهلي الكابتن سيد بامانه. والصور دي مهمه جدا نستعرضها عشان بنتكلم على الذكريات الجميله في بطوله ال11. كل بطوله لها فيلم وثائقي ممكن نستعرض منه ونتكلم فيه حلقات وحلقات خلال الفتره الاخيره. دي كان جزء او ده كان جزء مهم جدا متعلق بالسوشيال ميديا واللي تم في الفتره الاخيره. طيب نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع عندي موضوعين عايز اتكلم فيهم قبل ما اروح لاخر اخبار الترند، لان الموضوعين دول مهمين جدا وفيهم تفاصيل وكواليس يمكن ما حدش برضو اتكلم فيهم قبل كده، وهنتكلم النهارده عليهم عشان في نقاط لازم جمهور الاهلي ياخد باله من التفاصيل دي في الفتره اللي جايه. كل ده ولكن بعد الفاصل. طيب امبارح كانت في تصريحات مهمه جدا للاستاذ عامر حسين المشرف على اداره المسابقات في رابطه الانديه وعضو اتحاد الكوره. اتكلم في نقطتين، النقطتين هتكلم عليهم بسرعه. اول نقطه اتكلم على ان قائمه الدوري قائمه الانديه في الموسم الجديد هتكون 30 لاعب، ويبدو ان الحاج عامر مش واخد باله ان السنه الجايه هيكون الموسم مشحون بالعديد من المناسبات والمسابقات القاريه بالاضافه الى الاجنده المتعلقه بمنتخبنا الوطني، وبالتالي هيبقى في عدد مباريات كتير خلال الفتره اللي جايه. عارفين انتوا كده بتاخدوا القرارات فجاه، السنه دي 40، السنه اللي جايه 35، اللي بعدها 30، لا 25، لا ارجع تاني 35. مفيش كده في الدنيا ابدا. يعني لما بتيجي تخطط لفكره عدد اللاعبين في قائمه كل فريق في بطوله الدوري لازم تبقى مدروسه. زي قائمه الاجانب مثلا، جه قال لك السنه اللي فاتت ال 2001 يمكن لاعب اجنبي، السنه دي قال لك لو مش مقيده في الفريق الاول عندك خلاص هو كده بقى فري، يعني لازم تقيد من ضمن ال 30، مش مديك فرصه مثلا يبقى عندك استثناء والاجانب اللي انت قيدتهم السنه اللي فاتت 2001 يكمل معاك سنتين ثلاثه طبقا للتعاقد. ما انت مش جايب لعيب سنه، انت جايبه سنتين ثلاثة. قال لك لا، ما خلاص مفيش خمسة من ضمن ال 2001، وكأنه هو عايز يدي مساحة للأندية الصاعدة من الممتاز به. وخدوا بالكم من التفاصيل دي، عايز يدي فرصة للأندية الصاعدة من الممتاز به ان يكون عندها قماشة تقدر تشتري منها. ما هي اللعيبة اللي مش هتتأيد درجة أولى مع الفرق بعد ما كانت القايمة 35 بقت 30، انت بتتكلم خمسة من كل نادي، 5 في 18 انت بتتكلم في كام؟ يعني انت بتتكلم في اكتر من حوالي 500 لاعب، ولا بتتكلم في عدد كبير جدا من اللعيبه. كل دي هتبقى قماشه متاحه للعدد الانديه اللي طالعه من الدرجه الثانيه. فانت بتتكلم في حوالي 90 لاعب، ده غير الانديه اللي ممكن تسيب لعيبه ليها كمان الفتره الجايه، في العدد هيبقى في ازدياد. لكن فجاه تخلي القايمه 30 لاعب، طب ما الاهلي السنه الجايه عنده دوري السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا وعنده كاس عالم انديه وعنده الدوري وعنده الكاس، ده غير ان لعيبته هتلعب في المنتخب تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم اللي هتبدا من شهر نوفمبر اللي جاي،
عنده كاس امم افريقيا وفي لعيبه من الاهلي، وزي ما انتم شايفين في 8 او 9 من لعيبه الاهلي في منتخب مصر، غير 4 محترفين بيلعبوا في منتخبات تونس، جنوب افريقيا، مالي. فعدد كبير جدا ما يقرب من 13 14 لاعب. فانت لما تخلي القايمه 30 انت بتزنق الدنيا عليا ليه؟ انا في دوري السوبر الافريقي قايمتها هتبقى يا 23 يا 26 لاعب. ليه ما تديش مساحه حريه يبقى العدد اكبر من كده عشان اعرف اختار؟ ليه تحدد العدد 30؟ حتى اللي تحت السن ما جتش جنبه. قال لك لا مفيش من 2003 ولا الكلام ده، هم ال 30 بتوع الدرجه الاولى بس. الكلام ده على فكره بيتم كده اتخاذ قرارات فيه دون النظر للانديه اللي بتحقق بطولات لمصر، بحس ان القرارات دي يعني الهدف منها خدمه انديه معينه، يا اما صاعده من الممتاز به، يا اما انديه موجوده في الدوري الممتاز هتصفي هتبيع هتسيب، فمش عايز الخسائر تبقى كتيره. ده اللي انا شايفه من تصريحات الاستاذ عامر حسين في موضوع ال 30 لاعب. في تصريح تاني مهم والسوشيال ميديا كلها بتتكلم عليه، موضوع قفشه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وايه الموضوع؟ وايه الفيفا اتدخل وقال ايه؟ الاتحاد الدولي، سيبكم من الكلام اللي اتقال ان اصل الاتحاد الدولي بعت بناء على اللي اتكتب في السوشيال ميديا، الكلام ده مش صح على فكره. الاتحاد الدولي اتحرك بناء على شكوى رسميه. خدوا الكلام ده على مسؤوليتي. الاتحاد الدولي اتحرك بناء على شكوى رسميه. زي ما الاتحاد الدولي اتحرك في موضوع الهلال السوداني بناء على شكوى رسميه من نادي الهلال. ووقتها الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد الافريقي التحقيق في شكوى الهلال السوداني واتخاذ قرار خلال 3 شهور. الاتحاد الدولي ولجنه الانضباط ما بتتحركش في الاطار ده الا ما بيجي لها شكوى رسميه. ولغايه اللحظه دي انا متواصل مع احد الاعضاء في اللجنه القضائيه في الفيفا لمعرفه مين الطرف الشاكي، لان الكلام اللي اتقال اصل في حد عمل منشن للفيفا في بعض البوستات والتغريدات على تويتر بخصوص الاحتفال، الكلام ده مش حقيقه يا جماعه، في شكوى رسميه راحت للاتحاد الدولي. ايه اللي حصل؟ لجنه الانضباط في الفيفا، اللجنه القضائيه، بعتت لاتحاد الكوره بتطالبه بالتحقيق في الشكوى دي واتخاذ قرار خلال 90 يوم. التحقيق في الشكوى واتخاذ قرار خلال 90 يوم. الفيفا ما طلبش النادي الاهلي يرد. الفيفا طلب ان اتحاد الكوره يعرف ايه تفاصيل الموضوع وحيثياته ويتخذ قرار خلال 90 يوم. وفي نفس الوقت الخطاب ده اللي اتبعت لاتحاد الكوره بعد التواصل مع مصادر في اتحاد الكوره، يعني قالوا لي ان الخطاب ده نسخه منه راحت للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي مش مطالب بتحقيق، اللي مطالب بالتحقيق واتخاذ قرار هو الاتحاد المصري. فالاتحاد المصري هيسمع من الاهلي ويسمع من اللاعب والمفروض يتخذ قرار. يعني انا هنا بحذر اتحاد الكوره، لان امبارح الاستاذ عامر حسين قال كلام خطير جدا على فكره. فكره انك تاخد رد الاهلي وتبعته للفيفا انت هتعمل مشكله اكبر من مشكله موجوده اصلا لا تذكر، يعني موضوع قفش اساسا لو اتحقق فيه واتخذ قرار موضوع لا يذكر. بس اتحاد الكوره لو خد رد الاهلي وبعته للفيفا هو كده بيقول للفيفا انا مش هاخد قرار، خد انت القرار. وهنا هتبقى مشكله كبيره. اعمل زي ما الاتحاد الافريقي عمل، هو اداك مهله للتحقيق واتخاذ القرار، يبقى انت كاتحاد كوره تاخد رد النادي الاهلي وتاخد رد اللاعب على الموضوع وهو هيشرحه لك، والفيديو واضح جدا ملوش علاقه بالعلامه ولا الامور اللي الناس حبت تدخل فيها النادي الاهلي طرف او قفشه طرف، لان قفشه اساسا لو سالته مش هيعرف اصلا دي علامه مين وبيتكلم عن ايه. دي نقطه واضحه للكل والناس كلها عارفاها، ولكن اتحاد الكوره لو ما خدش قرار في ال 90 يوم ساعتها طبقا للوائح الفيفا وطبقا للخطاب المرسل من الفيفا، لجنه الانضباط في الفيفا هي اللي هتناقش هذه القضيه، وساعتها اتحاد الكوره هيكون خلى الفيفا ياخد القضيه لابعاد ثانيه. يعني اتحاد الكوره لو عايز يقفل القضيه وشايف ان القضيه اصلا لا تستدعي كل هذه التفاصيل يدرس الخطاب اللي جاي له من الاتحاد الدولي ويحقق في الموضوع ويتخذ القرار ويبعت القرار بحيثياته للفيفا، الفيفا على طول هتاخد القرار وتقفله. بس خلاص انت نفذت المطلوب منك خلال مهله ال 90 يوم. لكن تقول يا حاج عامر ان مستنيين رد الاهلي عشان نبعته للفيفا، لا ده انت كده بتصعد الموضوع وبتعمل مشكله اكبر من لا غير الحقيقه خالص. يعني الكيس دي او القضيه دي حصلت زيها بالظبط في الهلال السوداني. الهلال اشتكى الاهلي في الفيفا والفيفا رجع للاتحاد الافريقي واداله مهله للرد واتخاذ القرار والاجتماع تم في الكاف واتخذ قرارات وتم رفض الشكوى العنصريه وقتها لان كانت شكوى كيديه، والكاف بعت ده للاتحاد الدولي والاتحاد الدولي اغلق الملف. الملف اتقفل. بعد الملف ما اتقفل خلاص بقى الهلال عايز يشتكي يروح المحكمه الرياضيه، عنده قصه تانية لو عايز يكمل فيها. فدي الخطوات المفروض تحصل من اتحاد الكوره، ولكن تصريح الحاج عامر يعني لا لازم ياخد باله من التفاصيل دي، مش تاخد رد الاهلي وتبعته للفيفا، رد الاهلي لحضرتك وتعمل تحقيق وتتخذ قرار.
وبعد كده تبعته للفيفا. دي نقطة مهمة جدا كان لازم اشرحها عشان الناس على السوشيال ميديا مش فاهمة ابعاد الموضوع ايه. الموضوع صغير والموضوع تافه، بس بعض المسؤولين لو ما خدوش قرار صح او ما تصرفوش طبقا للخطوات اللي الفيفا عايزها، هو هيكبر الموضوع ويعمل موضوع من لا موضوع. اديني من بدري اهو قلت لاتحاد الكرة عشان ياخد قراراته بسرعة ويقفل الملف ده بدل التصريحات، يعني اللي للاسف اللي الهدف منها هيكون استهلاك بس كده على السوشيال ميديا وترند واخبار ومعلومات، وهو الموضوع اصلا المفروض يتقفل من اسبوعين ثلاثة. يعني دي جزئيه. الجزئيه الثالثه قبل ما اروح لاخر اخبار الترند، امبارح خبر عدى على ناس كتير. كابتن محمود عاشور كان موجود في قائمه حكام تقنيه الفيديو في كاس امم افريقيا تحت 23 سنه في المغرب، ودي البطوله المؤهله لاولمبياد باريس، منتخبنا الاولمبي بيشارك فيها. كابتن محمود عاشور اعتذر لظروف خاصه، بس لما جه الاتحاد الافريقي خد حد من قائمه لجنه الحكام او قائمه الفار في مصر، خد مين؟ خد الكابتن محمد عادل. محدش خد باله ان الكابتن محمد عادل مش حكم دولي في الفار في القائمه الدوليه للحكام المصريين. وخدوا بالكم من الجزئيه دي، ان دي جزئيه خطيره جدا. انت عندك في القائمه الدوليه في محمود عاشور، طارق مجدي، محمود ابو الرجال، حسام عزب حجاج، عمرو الشناوي، وائل فرحان، وكان محمود دسوقي كمان موجود في القائمة، ولا اسم من دول رايح. خدوا محمد عادل بس. ليه؟ لأن انت عندك خطأ مهم جدا بيحصل في الدوري المصري وقلته قبل كده. لما بتيجي الحكام الدولية بتحكم مباريات في الدوري وبتعمل أخطاء في تقنية الفار، الاتحاد الإفريقي بيراجعها وبياخد باله منها وبيستبعد الحكام دي. يعني جيت في مره قلت معسكر حكام النخبه لما استعرضوا بعض حالات الفار السلبيه عشان يدوا محاضرات تثقيفيه للحكام، جابوا الحالات السلبيه اللي موجوده في الدوري المصري او الاخطاء اللي موجوده في تقنيه الفار في الدوري المصري. كانت من ضمن الاخطاء دي مثلا مباراه للكابتن طارق مجدي، وطارق مجدي حكم تقنيه فيديو دولي في قائمه الحكام المصريين. من ساعتها الكابتن طارق مجدي ما بيروحش. كابتن احمد غندور كان من حكام النخبه وكان موجود دايما في كل مناسبات الاتحاد الافريقي، ليه استبعد من بطولة تحت 23 سنة واتخذ الكابتن محمد عادل بدلا منه؟ لأن الكابتن أحمد الغندور، ودي معلومة الناس أول مرة تسمعها، ارتكب خطأ في تطبيق القانون في تقنية الفيديو في مباراة سيراميكا وسموحة. ألغى هدف سليم لسيراميكا كان هدف أحرزه أحمد ياسر ريان، والحالة دي كانت موجودة في الاتحاد الإفريقي، ومن ساعتها يعني استبعد الكابتن أحمد الغندور من تقنية الفيديو في المناسبات الإفريقية في الفترة الأخيرة. تيجي تبص على باقي القايمة، لا وائل فرحان بيتم استدعائه، ولا حسام عزب حجاج بيتم استدعائه، وحتى عمرو الشناوي لما تم استدعائه في احدى مباريات كاس الكونفدراليه ضموه للمباراه واستبعدوه في اللحظات الاخيره وحطوا مكانه الكابتن محمد عادل، لان لقوا ان عمرو الشناوي ما بيديرش مباريات في الدوري المصري، وبالتالي ما عندوش هيستوري وما عندوش تاريخ في اداره مباريات الدوري. النقطه دي خطيره، لان بوجه بيها رساله لاتحاد الكوره ولجنه الحكام. القائمه الدوليه لحكام تقنيه الفيديو السنه الجايه لازم يحصل عليها تعديل، لان احنا بعد كده لو محمود عاشور اعتزل ومحمد عادل اعتزل بعد 2024 لن يتم الاستعانه باي حكم تقنيه فيديو من مصر. انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي، لا هنشوف الشناوي ولا حسام ولا وائل فرحان ولا طارق مجدي ولا احمد الغندور. كابتن محمد عادل عشان كان موجود حكم نهائي كاس الكونفدراليه مع محمود عاشور وخدوه مكان عمرو الشناوي في ماتش الكونفدراليه اللي كان بيتلعب ما بين الجيش الملكي واحد الفرق، يعني مش متذكرها اسمها دلوقتي، في المباراه السيمي فاينال في كاس الكونفدراليه. فعشان كده الكابتن محمد عادل راح مكان محمود عاشور في بطوله الاندر 23، بطوله 23 سنه اللي هتتنظم في المغرب يوم 24/6. حاجه الاخيره، لما تحضر القائمه الدوليه السنه الجايه، الحكم الدولي لا يكون حكم ساحه، لازم يكون حكم تقنيه فيديو دولي، لان بعد كده الفيفا او الكاف لما يستعين بحكم تقنيه فيديو لازم يكون معتمد دولي كساحة ومعتمد دولي كتقنية فيديو. بصوا على قائمة حكام الفيديو في بطولة أمم إفريقيا اللي جاية في المغرب 23 سنة، هتلاقوا فيها هيثم قراط، هتلاقوا فيها مصطفى غربال، هتلاقي فيها دحان بيدا البريطاني. التلاتة في قوائم بلدهم موجودين تقنية فيديو وحكام ساحة. فالخطأ ده لازم يتم تعديله، والأخطاء اللي بتحصل في الدوري من الحكام الدوليين في تقنية الفيديو بيتم مراقبتها، وعلى أساسها بيتم استبعاد حكام مهمين في الفترة الأخيرة. عشان كده مش هتلاقي في الفار في الفترة اللي جاية غير عاشور وعادل. باقي الاسماء اللي فيها القائمه الدوليه مش هتلاقي منها حد. كل الاسامي دي محطوطه على الورق بس، ولكن لا يتم الاستعانه بيها. طيب اخر اخبار الترند، نطلع نتابع لان عندنا كلام مهم جدا عن ترند الاهلي.
حلقة فيها موضوعات وتفاصيل كتيرة جدا، لكن وقتنا للأسف بيجري معاكم بسرعة. نروح بسرعة لآخر أخبار الترند، والبداية من ترند الأهلي. حساب الاتحاد الإفريقي ألقى الضوء على أحد كباتن فريق النادي الأهلي رامي ربيعة. حساب دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، رامي ربيعة ينضم لقائمة لاعبي الأهلي الفائزين بخمس ألقاب من دوري أبطال إفريقيا. تاريخ يا رامي، والفوز بخمس ألقاب مع النادي الأهلي، يعني أنت بتتساوى مع الزمالك ومع مازيمبي، بتتفوق على أندية المغرب، بتتفوق على الوداد، على الرجاء، على أندية كبيرة جدا، بتتفوق على الترجي اللي عنده أربع ألقاب من دوري أبطال إفريقيا. فتاريخ الأهلي مليء الحمد لله بالإنجازات والبطولات، وأي لاعب بيلعب في الأهلي يوم ما يقول أنا ما حققتش حاجة، 2-3 دوري أبطال إفريقيا كده على الماشي يعني. طيب نكمل مع بعض ونشوف حساب في الجول، بيتكلموا على جريدة الرياضية السعودية نقلا عنها. يعني اللجنة المنظمة لكأس العالم الأندية 2023 تتجه لنقل المونديال من الرياض إلى جدة. وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم زار ملعب الجوهرة المشعة وملعب الأمير عبدالله الفيصل. المباريات لسه في شهر ديسمبر، وأعتقد يعني هي لسه في طي التحضير، مش هقول معلومة رسمية. الاتحاد الإفريقي أيضا خلال الفترة اللي جاية، تحديدا مع شهر 7 اللي جاي، هيعلن عن مكان إقامة السوبر الإفريقي. وبنسبة كبيرة إذا تم تفعيل الاتفاقية لما بين الاتحاد السعودي والاتحاد الإفريقي، لقاء السوبر هيكون يا إما في جدة يا إما في الرياض خلال الفترة اللي جاية، ولكن التوقيت ساعتها بقى هيتم الاتفاق عليه حسب ما المواعيد المناسبة اللي هتكون بتتناسب مع إقامة هذا الحدث في السعودية، والميعاد اللي هيقترحه الاتحاد السعودي مع ضبط الأجندة مع الاتحاد الإفريقي يكون المواعيد مناسبة، لأن الأهلي الفترة الجاية عنده مناسبات كتيرة، فمش هينفع يتحط أي ميعاد. لو جيت حطيته في 10 يكون الأهلي عنده دور السوبر، جيت حطيته في 12 الأهلي عنده كأس عالم أندية ودوري المجموعات اللي هيبدأ أول ديسمبر، جيت حطيته في يناير وفبراير في كأس أمم إفريقيا، فساعتها هيبقى في تم التنسيق على الميعاد والمكان أو الملعب اللي هيستضيف المباراة. اليوم السابع الأهلي يترقب حسم التتويج بالدوري لمناقشة تمديد عقد كولر. من الأمور اللي ضايقتني جدا بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، قعدنا يومين ثلاثة كده في احتفالات وفجأة طلعت نبرة صوت كده على فكرة مين ماشي مين مش عايز يجدد، كولر قاعد ولا ماشي، كولر هيجدد ولا مش هيجدد، وأصلا كولر لسه باقي في عقده موسم كامل. كلام على الأمور دي يعني سابق لأوانه، خلال أسبوعين ثلاثة هيكون حسم الأمور دي كلها في مسألة التجديد، في مسألة مين اللي جاي له عروض والأهلي يقدر يبيعه ويجيب لعيب مكانه. كل الأمور دي هيتم الاتفاق عليها خلال الفترة الجاية، ولكن كثرة الحديث على السوشيال ميديا والمواقع أنا شايف إن ده ممكن يشتت ذهن الفريق شوية في المرحلة المهمة اللي جاية في الدوري العام. امبارح كان في اجتماعات مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب، يلا كورة رصد جزء منها، وقالوا لو مناقشة خطط الناشئين ومكافآت دوري الأبطال الخطيب يعقد عدة اجتماعات في الأهلي. امبارح كان في اجتماع للكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سيد، وبعد كده كان في اجتماع مع الكابتن شطة، وكان في اجتماع ايضا مع الكابتن خالد بيبو. كل اجتماع مع المسؤول عن القطاع او مسؤول عن الجهاز الهدف منه التحضير للمرحله اللي جايه. كابتن سيد الفتره اللي جايه هتحضروا ازاي للفتره المتبقيه من الدوري العام، الاجازه ممكن تاخدوها امتى او تتفق ده مع مارسيل كولر، المكافئات ازاي يتم التنسيق عليها، لان فكره المكافئات بتبقى بناء على نسبه المشاركه، هل هيتم مضاعفه المكافئات طبقا لزياده جوائز البطوله من 2.5 مليون دولار الى 4 مليون دولار، مين هيبقى اعلى نسبه مشاركه، ترتيب المشاركه هتبقى ازاي، القائمه الخاصه بالمشاركه عشان صرف المكافئات، كل الامور دي تمت اكيد مع الكابتن سيد. كمان التحضير للموسم الجديد خاصه الموسم الافريقي. الجزئيه الثانيه الاجتماع مع الكابتن خالد بيبو، التشكيل القطاع، تشكيل الاجهزه الفنيه، ده اللي هيتم الاعلان عنه خلال الساعات الجايه. الجزء المتعلق بالاكاديميات والاجتماع مع الكابتن شطه، تشكيل فريق الكره النسائيه خلال الفتره اللي جايه. فريق الكره النسائيه عنصر اساسي ومهم جدا في مساله التحضير للموسم الافريقي، لان انت لو ما عندكش فريق كره نسائيه مش هتشارك في اي مسابقه افريقيه. فكل دي اجتماعات تحضيريه عشان الخطوات اللي جايه. حساب المصري الرياضي بيقولوا لجنه الكره بالاهلي تطالب كولر بالاعتماد على برونو سافيو، وانا بقول لك الكلام ده غير صحيح، مفيش تدخلات في اي عمل للجهاز الفني، والمصري اليوم للاسف الفتره الاخيره كل اخبارها ما بتبقاش يعني فيها دقه ولا سليمه. كره بلس بعد طلب كولر طلب بدائل، ثلاث لعيبه بدائل يعني لعلي معلول في الاهلي، والكلام ان الفتره الجايه يعني في ترشيحات لعدد من اللعيبه عشان يشغلوا مركز الظهير الايسر، شكري لاعب السيراميكا، حمدي لاعب بيراميدز،
ومحمد حمدي لاعب انبي، ولكن هنشوف الفترة اللي جاية هل الكلام ده صح ولا غلط بناء على الترشيحات والاجتماعات، وفي الآخر كولر هيكون محتاج ايه. حساب الوطن سبورت قالوا ان كولر طلب انضمام يحيى عطية الله لخلافة علي معلول في الأهلي. يحيى عطية الله أبرز المرشحين لخلافة علي معلول في الأهلي، والأمر ده على فكرة هيكون متعلق كمان بموقف اللاعبين الدوليين الأجانب اللي موجودين في الأهلي. أنت عندك 5 لعيبة وفي 2 لسه بتحاول تسوقهم زي بواليا ولويس ميكيسوني، فعندك عدد لعيبة الفترة الجاية هتحاول تشوف موقفهم إيه، موقف برونو سافيو. فالأمور دي مش مرتبطة أن كولر عايز يحيى عطية الله، فالأمر سهل، الأمر مرتبط بتفاصيل تانية بعدد اللاعبين الدوليين. ملعب القاهرة 24 قالوا أن شبح الإيقاف يهدد ديانج بعد قرار المحكمة الرياضية اللي أكد فيه أو قالت فيه أن في غرامة مالية على ديانج لصالح الوكيل بتاعه. يعني بصوا يا جماعة، موضوع المحكمة الرياضية ده قرار نهائي وملزم. الغرامة اللي على أليو ديانج يجب أن تسدد خلال فترة معينة، وفي حال عدم تسديدها بيتم إيقاف اللاعب. وأنا معلوماتي أن الفترة اللي جاية في اتصالات بتتم عشان تسوية هذا الأمر، بحيث أن ديانج ما يتوقفش يوم واحد ويكون جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي. المشاركة على السؤال بقى اللي طرحناه في بداية الحلقة، أصعب بطولة إفريقية من 11 بطولة اللي فاز بيهم الأهلي. أستاذ فتحي زيدان بيقول الأحلى بطولة القضية والأحلى البطولة 11. دعونا نكمل الاحتفال بعد الإجابة على السؤال. أوه سطلانة، الاحتفال الشهير اللي بقى دلوقتي كمان احتفال كبير جدا في المغرب. أستاذ هاني بيقول طبعا البطولة 11 أكثر بطولة واجهنا فيها تحديات، بطولة ولدت من رحم المعاناة من بره البطولة للبطل، بصراحة ستظل محفورة في أذهاننا سنين طويلة. باخد آراء كده سريعة. أستاذ حلمي بيقول دون شك هي البطولة 11، لأن البطولة كلها سيناريوهاتها كانت صعبة وحلوة في نفس الوقت، ومن صعوبة ماتش النهائي إنك تقدر تكسب البطولة من قلب كذا، دي حاجة كبيرة جدا وأكيد هي الأصعب وهي أكتر بطولة غالية عليا أنا شخصيا. الناس نسيت 2006 و2020 و2012. أستاذ عبد الله بيقول مساء الخير أستاذ محمد، أصعب بطولة 2023 ثم 2006 ثم 2019، لا هو يقصد 2020 يعني، كل بطولة منهم لها مذاق لأنها فيها قضية خاصة وصعوبة خاصة بها. طيب أستاذ جمال بيقول القضية ممكن الأحلى، إنما الـ 11 الألذ والأصعب، دي بطولة شخصية البطل قاهر الصعاب، بطولة منظومة قوية صعب أن يعني حقق أو يسقيها أي تحالف مهما كانت قوته. يعني اي تحالف بيبقى عايز يشتغل ضد الاهلي مش هيقدر ياثر على الاهلي ويخسره بطوله زي دي. بس خليكم فاكرين 2006 كانت فرادس واول بطوله تيجي من تونس، 2012 2013 ما كانش فيه دوري وكنا بنلعب بدون نشاط محلي، 2020 كانت بطوله على تاريخ الاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه ونادي القرن. كل بطوله لها قصه وحكايه وكل بطوله تاريخيه في النادي الاهلي صعبه ومهمه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.